بارك في حضرتك. ربنا يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي يا شيخ أحمد، أنا شهير من المغرب. أهلا ومرحبا أخي شهير. ما حكم الذين يزرعون المخدرات وليس لهم بديل عن ذلك؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز أن يزرع المحرمات من أجل أن يقول أنه ليس له بديل، لما الحلال فيه كفاية وفيه غني. لكن أن أزرع، إذا كان العلماء تكلموا في من يزرع الحلال من أجل أن يصنع في الحرام، فقالوا لا يجوز أن يباع العنب لمن تعلم أنه سيصنع منه خمرة، فكيف يبيع المخدرات وزراعة المخدرات وبيع المخدرات؟ هذا حرام.